دخلنا المملكة العربية السعودية يوم 25/2/2020. فبعد ما دخلنا ألغيت الرحلات، بقينا في المدينة المنورة لمدة 10 أيام، وفي يوم 6/3 دخلنا مكة المكرمة بتبليغات يعني وزارة الحج. وطبعا دخلنا محرمين ونوينا نية الاحتباس، ولما وصلنا مكة بلغونا أنه الحرم مغلق، وإحنا التزاما لتعليمات الحكومة السعودية وكبار العلماء، لأن هذا الحرم السد يعني غلق لمصلحة المسلمين، والتزمنا بالتعليمات وبقينا بالفندق، والحمد لله. وحاليا احنا بفندق دار الإيمان جراند، والحكومة السعودية وعلى رأسهم صاحب المقام السامي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والسادة أصحاب المعالي وزير الصحة ووزير الحج والإخوان، كل العاملين في وزارة الحج وفي وزارة الصحة. أنا بالنسبة لي أسميهم المجاهدين، لأنهم على مقربة من الخطر لمواجهة هذه الجائحة التي حلت بالعالم. صار لنا 38 يوم احنا في المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية ما قصرت بالتعامل ويانا من ماكل ومشرب ومسكن، والجهود هذه ننقلها باسم المعتمرين إلى جلالة الملك وإلى ولي العهد لما قاموا به من مبادرات لإسكاننا والماكل والمشرب. ونشكر الحكومة السعودية على هذا الموقف الذي لا يقاس بأي شيء، لأن الحق يقال، والحمد لله. مكينا بالمدينة 10 أيام، وراها لبس الإحرام، اجينا مكة فشفنا ماكو عمرة. الحمد لله والشكر الحكومة السعودية قامت بواجبها، ما قصرت ويانا من أول يوم لحتى هسه، وإحنا نشكرهم على رأس الملك وولي العهد. فإحنا ما محتاجين كل شيء، كل شيء متوفر من الدواء والأكل، وكل شيء نطلبه يجينا، والحمد لله وأشكر. فأزمة عدي إن شاء الله، سوينا فحص والحمد لله وأشكر أدرت النتيجة، وصحة جميع المعتمرين كركوك، عددنا 51 شخص.